المسلوسي صاحب رمية التماس القوية. تجفيف اولا عشان الكرة ما تتزحلقش وما تخرجش عن مسارها. وفي النهاية رمية التماس لفت شوية برضو لكن مشيت الكرة. زيزو وكأنها ضربة جزاء يا زيزو، وكأنها بينالتي. احمد مصطفى السيد زيزو، انكل زيزو، زيزو اون فاير، يعود من جديد ويسجل تاسع اهدافه مع الزمالك في الدوري هذا الموسم. يتعادل سريعا في الدقيقة 34، يتعادل زيزو ويجعلها 1-1 سريعا وبعد 9 دقائق من تقدم المقاولين العرب. كورة من رمية، شوف الأصل والأساس إيه، رمية تماس المسلوسي القوية اللي أخطأ فيها دفاع المقاولين العرب، فاتت من الكل، نطت على الأرض، اتصلحت أمام زيزو ببطن رجله يركنها ركنة، ركنة معلمة ببطن رجله في أقصى الزاوية اليسرى بعيدة عن أبو السعود اللي طار وحاول، لكن برضو خلي بالك إن في زحمة.